السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بأمر الله هنعمل الليمون مع الفلفل الحار، هنعمله بطريقة جميلة جدا. أول حاجة بس بديله غلوة لمدة 5 دقايق. لو انت عايزة الليمون السريع هتخليه على النار لمدة 10 دقايق، لكن احنا هنعمل الليمون هنقعده 5 دقايق بالظبط، يغلي لمدة 5 دقايق وهنطفي عليه ونيجي نكمل الخلطة الجبارة بتاعته اللي هتطلع الليمون المخلل والفلفل زي الجاهز بالظبط. همسك الليمون كده، بص الليمون اللي هو الأخضر ده للتخليل مش للليمون المعصفر، ماشي؟ الليمون المعصفر هنعمله سوا إن شاء الله، تبقى الليمونة الكبيرة حجمها كبير ومصفرة كده، ده اللي بينفع للليمون المعصفر، ماشي؟ احط الليمون الاخضر كده هنزل بيه في الميه، وطبعا الميه دي انا عايزاها عشان دي ماده حفظ. هركن الفلفل دلوقتي خالص عشان الفلفل طبعا مش بيتسلق، طالما هتحطيه مع الليمون وهيقعد معاكي ده طبعا هيقعد لمده اسبوعين وبعد كده بتفتحي عليه، ماشي؟ لكن زي ما قلت لك لو عايزاه الليمون السريع، وان شاء الله هنعمله مع بعض الليمون المشطشط السريع اللي تاكلي منه في نفس اليوم، ولو عايزه الليمون المشطشط بردك اللي هيقعد اسبوعين وتفتحي عليها هسيبهولك في صندوق الوصف ان شاء الله. ده هسيبه لمده 5 دقايق على النار يغلي مع الميه 5 دقايق بالظبط، تظبطي الساعه وبتدفي عليه ونرجع عشان نعمل الخلطه الجباره مع بعض. بصوا ما شاء الله خد 5 دقايق غلي فيها، وسبته كمان منقوعه في الميه لمدة 3 ساعات لحد اما المية هديت خالص اهو. كل ده بينزل المرارة خالص من الليمون، ماشي؟ والمية دي مش هنرميها عشان المية دي هي مادة الحفظ للمخلل، لمخلل الليمون، ماشي؟ المية اللي بتغلي فيها الليمون ما بترميهاش عشان هي مادة حفظ المخلل ذات نفسه. هعمل كده وهجيب طبق واطلع فيه الليمون عشان لسه كمان الفلفل، هشيل الطبقة بتاعته اللي من فوق دي ونغزه نغزة كده وهحطه مع الليمون. بصوا همسك اللي من فوق دي، انت ممكن تشيليها بايدك هتتشال معاكي بكل سهولة، وبتديها نغزة بس كده عشان نخلي الفلفل يتشرب من المية ويبقى طعمه جميل جدا. نغزة بسيطة كده. بصي اكمل بقى بقية الكمية ونرجع نعمله الخلطة اللي هتحفظه لفترة طويلة بدون اي فساد. بص خلصت الفلفل كله اهو، همسك كله بقى في قلب بعضه كده، الليمون والفلفل. هعمل ايه بقى؟ لكل كيلو 3 معالق من الملح. دول قد ايه؟ كيلو ليمون وكيلو فلفل هحط لهم 6 معالق. 1 2 3 4 5 6. احط معلقة من الهريسة او معلقة ونص كده، جزر مبشور هاخد نصه كده وهقلب بقى كله في قلب بعضه. الميه قلنا ما تترميش عشان هي ماده الحفظ. لسه برضك بقيه الخلطه اللي هتتحط في قلب البطرمان، ماشي؟ بصوا معايا بطرمان هو هياخد 2 كيلو. معايا بقى الخلطه اللي تجنن اللي هتخلي طعم اي مخلل عندك زي العسل اللي عملناها بردك في الخيار. فصين من الثوم، قرنفل، حبهان، لوري، كزبره ناشفه، هنزل بيهم كده
نزلتي يوم كده في قلب البطرمون من تحت، وهديله حبة جزر كده وردهم مع بعض بالطريقة دي كده، واقوم نازلة بقى بالفلفل في الاول خالص كده، مش شرط طبقة ليمون وطبقة فلفل، عادي كله مع بعض. عايزة تعملي كده وكده، الحاجة اللي تريحك اعمليها بنفس الطريقة كده. بصي تعبي كده وتضغطي الفراغات اللي هي لتحت دي، وكملي بردك تعبية بنفس الطريقة كده لحد لما البطرمان يتملي معاكي خالص، عشان ما يكونش فيه هوا يدخل اي عفونة في قلبي. بصوا ما شاء الله، جيب الزبط اهو، بطرمان ده بياخد 2 كيلو. المية هي دوبك بس حطيت فيها، كان عندي مخلل قديم حطيت منه شوية، وهنزل بيها كده. بصوا ما شاء الله عبيته كله اهو، والمية لازم تبقى مغطية المخلل كده، وهقفله بنفس الطريقة، وتفتح عليه بعد اسبوعين، من 10 ايام لاسبوعين، بس تقرطي الغطا كويس عشان ما يبقاش فيه هوا يجي في البطرمان خالص. على فكرة المخللات بتقعد عندي ازيد من سنة، لو قعدت عندي سنين عمرها ما بتبوظ ولا بتعفن ولا اي حاجة بتحصل فيها خالص. مادة الحفظ اللي انا بحطها اللي هي مية الليمون ذات نفسها بتقعد المخلل معايا فترة طويلة، ولا بيمرر ولا في اي مرارة خالص، وجربيه بنفس الخطوات هيعجبك جدا جدا، مش هتلاقي ابدا اي مرارة فيه. عمرك ما هتلاقي في الليمون اي مرارة خالص لو مشيتي على الخطوات دي بالمظبوط. طريقتي النهاردة سهلة وسريعة وما خدتش في ايدينا وقت. لو عجبتكم الطريقة ما تنسونيش باللايك والاشتراك والدعوة الحلوة، والسلام عليكم ورحمة الله.